تسريب ميزة جديدة من مميزات ميو اي 14 هتقدر تثبتها على ميو اي 13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع هيثم معوض على قناة كوكب التكنولوجيا. لو انت على ميو اي 13 جايب لك النهاردة تريكاية هتخليك تقدر تفعل ميزة من مميزات ميو اي 14 وهتقدر تثبتها على جهازك من خلال ثغرة في السيستم. هشرح لك النهاردة الطريقة خطوة بخطوة وهخليك تقدر تعمل كده بمنتهى السهولة. كمان جايب لك احدث نسخة من تطبيق سيستم لانشر وبوكو لانشر واللي هتلاقي فيهم مميزات كتير. فلو انت مهتم باللي احنا هنقوله خليك معانا لحد اخر الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نشوف الشرح. اهلا وسهلا بيكم مره تانية على قناه كوكب التكنولوجيا. اول حاجه عايز اقولك عليها ان الميزه اللي معانا النهارده هتقدر تثبتها على موبايلك لو انت على اي نسخه من ميو اي 13 سواء العالميه او الاوروبيه او الاندونيسيه او حتى الهنديه. فركز معايا كويس واعمل الخطوات اللي هقولك عليها دلوقتي بنفس الترتيب. هتفتح الاعدادات وتروح على جهازي وبعدين تفتح النسخ الاحتياطيه. هتدوس على الجهاز المحمول، هيطلب منك انك تدخل الباسورد بتاعك وبعدين هيجيب لك الشاشه دي. هتشيل كل العلامات الزرقاء وبعدين هتفتح بيانات تطبيق النظام الاخرى وتنزل لتحت خالص وتعلم على مشغل التطبيق. هتدوس على نسخ احتياطي، هيبدا ان هو يحمل، ولما يوصل ل 100% هتدوس على انتهى وتخرج على الهوم سكرين. في وصف الفيديو هتلاقيني سايب لك رابط لملف مضغوط، هتحمله على موبايلك وتفك عنه الضغط هتلاقي جواه مشغل التطبيقات ومعاه ملف تاني. اول حاجه هتعملها هتثبت مشغل التطبيقات زي ما بتثبت اي ابلكيشن على الموبايل، ولو قابلك مشكله اثناء التثبيت هتمسح تحديثات مشغل التطبيقات زي ما شرحت لكم كتير قبل كده. اما لو مسحت تحديثات مشغل التطبيقات وما تثبتش معاك هتثبته زي ما شرحت لك قبل كده في الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي في علامه الاي اللي فوق. المهم هتتاكد ان هو كتب لك هنا تم تثبيت التطبيق. بعد كده هتدوس على تم وتيجي على الملف التاني تدوس عليه دوسه مطوله وتدوس على الثلاث نقط دول وبعدين نسخ، وبعدين هترجع وتنزل لتحت لحد ما تلاقي فولدر اسمه ميو اي، وده فولدر بيكون فيه بعض الملفات الخاصه بواجهه ميو اي. المهم هتفتحه وبعدين تفتح باك اب وبعدين تفتح اول باك، وبعدين هتلاقي فولدر مكتوب عليه ارقام كتير هتفتحه وبعدين تدوس على لصق. هيطلع لك رساله يقول لك ان اسم الملف ده موجود مسبقا، هتدوس على استبدال، ودي رساله مهمه جدا وبتاكد لك انك كده بتعمل الخطوات بشكل مظبوط. المهم هترجع وبعدين تفتح الاعدادات وتروح على جهاز، هتفتح تاني النسخ الاحتياطي والاستعاده وبعدين هتفتح الجهاز المحمول، هتكتب الباسورد بتاعك وبعدين تدوس على استعاده، وبعدين هتختار التاريخ اللي موجود واللي هيكون بنفس تاريخ اليوم، هتدوس عليه وبعدين هتدوس على استعاده هيبدا ان هو يحمل، وبعدين هتدوس على انتهى وتخرج على الهوم سكرين هتلاقي ان السوبر فولدر بقى موجود. في تريكايه هنا مهمه جدا لازم اقول لك عليها، لو الخطوه دي ما نجحتش معاك هتحتاج انك تغير لغه الموبايل وبعدين ترجع تعملها تاني، يعني لو انت على الانجليزي هتخليها عربي او لو انت على العربي هتخليها انجليزي، وبعد ما تغير اللغه هتعمل الخطوات كلها من الاول. في حاجه ثانيه عايز اقول لك عليها، لو انت مرتب الايكونز بتاعتك على الهوم سكرين بشكل معين بعد الخطوات دي الترتيب ده هيتغير وهتحتاج انك ترجع ترتبها تاني من الاول. ومبروك عليك يا معلم شكل الهوم سكرين الجديد. وكده يبقى احنا قدرنا نفعل ميزه السوبر فولدر على اجهزه ميو اي 13. فلو استفدت من الفيديو بتاعنا ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.